نروح إلى موضوع آخر وهو عن الاستثمار. كان في وقت من الأوقات الناس تقول اللي عنده قرشين يحطها في البنك والفايدة ويطلع لي فايدة كويسة بشكل سنوي أو بشكل شهري أقدر تساعدني في مصاريفي. ناس تانية من مناصري فكرة الذهب، حط فلوسك في ذهب، تجيب بقى الدمعة، تجيب جنيه ذهب، تجيب سبيكة، كل واحد ومقدرته. ناس تانية بتقول لا أنا أحط فلوسي في العقارات دي ما بتخسرش، يقول أنا أحط فلوسي في أسد أو عقار، حاجة موجودة لو فلوسها نزلت شوية بعد شوية ممكن تعلى، لو ما حصلش ده أو ده ممكن أأجر العقار أو أأجر البيت. في تفاصيل كتير يعني، لكل مجموعة ليها الضرب بتاعها وطريقة، بس دايما الناس المتخصصة في الاقتصاد من وقت للتاني بيغيروا أفكارهم وبيقولوا الحاجة دي هي اللي هتحمي لك فلوسك في الوقت الحالي. فتعالوا نشوف كده لو حد يعني شايل قرشين على جنب، ربنا يعين الجميع، زيادة عن حاجته، يحط فلوسه فين دلوقتي عشان يقدر يحافظ عليها أو يزودها. معانا على التليفون الأستاذ محمد نجم الباحث الاقتصادي. صباح الخير أستاذ محمد وأهلا بيك على صباح الخير يا مصر. صباح النور أستاذ حسين، أهلا وسهلا بحضرتك. عايزك بقى تحكي لنا، احنا بس الصوت مش واضح قوي، فلو ممكن تقف في حته فيها شبكه افضل عشان في يعني خروشه كده في الصوت، فالساده المشاهدين يقدروا يسمعوك افضل. تمام حاضر. طيب عقبال ما نستعيد الشبكه او الصوت بشكل جيد، عايزك تحكي لنا كده من اول اللي بيشيل 100 جنيه على جنب أو 50 جنيه فلوس على قد حاله، للي معاه فلوس أكتر تقدر بالألافات، يقدر يحافظ على فلوسه إزاي ويستثمرها في إيه؟ أستاذ محمد، كنت بقول لحضرتك لو سمعني دلوقتي وصوت واضح معاك، عايزك تقول للسادة المشاهدين وتقول لنا إحنا كمان، لو حد معاه شايل على جنب 50 جنيه 100 جنيه يقدر يحافظ عليها إزاي ويستثمرها في إيه؟ الناس كانت بتحط الخمسين ومائة جنيه في البوسطة، يقولوا أنا هحط فلوس في البوسطة، وناس تانية اللي معها الأموال التي تقدر بآلاف الجنيهات يستثمروها في إيه ويشيلوها في إيه؟ صباح الخير أستاذ حسين، أتمنى الصوت يكون واضح دلوقتي. كده أفضل كتير، كده أفضل كتير. أهلا وسهلا بحضرتك. هو السؤال الأول هو مش أنت تحط الفلوس فين، السؤال الأول هو أنت قد إيه عندك قابلية للمخاطرة. هو ده السؤال المهم، وهو ده السؤال الاول اللي لازم يتسال لاي حد. هو ازاي انت عندك استعداد ان انت تضحي بالفلوس دي، عندك استعداد قد ايه ان انت تخسرها؟ لا، ما حدش عايز يضحي، حد عايز يحقق مكسب. لا، ما هو على حسب، ما هو كله عايزين يحققوا المكسب. بس حضرتك تقصد انه مخاطره كبيره مكسب كبير او العكس؟ بالظبط ده اللي كنت هشرحه. بالظبط زي ما قالت استاذه هدير، انه في مخاطره بتختلف من حاجه للثانيه. فانت لو حطيت فلوسك مثلا في البورصه فانت ممكن تكسب، بس المخاطره هتبقى عاليه. لكن لو حطيت فلوسك مثلا في البنك فانت برضه هتكسب، بس مكسب اقل من البورصه، لكن المخاطره هتبقى صفريه تقريبا، صفر مخاطره. فدرجه قابليتك للمخاطره وقد ايه انت ممكن عندك استعداد ان انت تتحمل اي احتمالات للخساره، هو ده اللي بيحدد انت عايز تشتغل تستثمر في ايه. بالظبط كده، ده اهم، ده اول سؤال. تاني سؤال، انه في فرق كبير جدا بين ان انت تستثمر في مشروع وبين ان انت بتشتغل شغلك العادي، وظيفتك او حياتك ماشيه بشكل طبيعي ومعاك شويه فلوس، مجموعه من فائض الفلوس اللي معاك وعايز تشغله على جنب وانت مش هتبذل اي مجهود. في فرق بين دي وبين دي، لانه لو انت هدفك ان انت تزود دخلك بس يبقى عندك دخل اضافي وفي نفس الوقت تحافظ على قيمه فلوسك، فدي ليها طريقه. والطريقه الثانيه ان انت بقى لا، انت هتسيب وظيفتك وحياتك كلها هتتغير وهتعمل تفتح مشروع او هتفتح شركه، ده موضوع ثاني خالص. لكن دي اسئله مهمه جدا وبتختلف من شخص للثاني، وهي دي اللي بتحدد هو انت المفروض تروح تعمل كده. لكن بشكل عام لو جينا مثلا نبص على الذهب، الذهب السنه اللي فاتت، الذهب امبارح الاسعار نزلت، الناس بتقول لك ايه ليه الاسعار نزلت مع ارتفاع الدولار، الذهب كمان نزل، ويمكن موضوع انه الناس بتحوش فلوسها ذهب، او سيدات كل يعني ما تملك بيكون ذهبها، فاول ما اسعار الذهب بتنزل الناس بتتخض. انا يعني كنت ضد الفكره دي، يعني انا
كتبت من حوالي في 2020 كتبت عن القصه دي، وان الذهب ما هواش الاستثمار الامن ولا الاستثمار الافضل. وفي 2021 الذهب انخفض 1% تقريبا، يعني حتى مش بس يعني ما حافظش على سعره، لا هو انخفض في السنه اللي فاتت. فبالتالي الفكره ما هياش اللي هو فكره تقليديه، انت اول ما يبقى معاك فلوس ما اروح اشتري ذهب او اشتري سبائك وكده انت بقيت امان. لا، انت اللي اشترى ذهب سنه 2021 هو خسر في سعر الذهب 1% زائد معدل التضخم كمان اللي هو كان في متوسط 5 6%. فبالتالي لا، الذهب ما هواش الكليشيه ده او الكلام اللي هو التقليدي اللي بيتكرر كل شويه، ما هواش صح. طب يعني دلوقتي الذهب في رايك ما هواش حاجه امنه، والعقارات بعد الثوره الكبيره اللي حصلت في مصر من بناء عقارات ومساعده الدوله لكل المحتاجين اللي محتاجين بيت، كل الكلام ده حاصل، يعني الناس بتتوقع ان الفقاعه الخاصه باسعار العقارات هتفرقع، والعقارات مش هتبقى مع المستقبل هي الفلوس الكويسه، يبقى كده ذهب وعقارات مش محبذين. كمان فكرة البنوك الفايدة اللي كانت موجودة في فترات سابقة 15% الشهادات ما بقتش موجودة. فلو انت هتدي يعني ايه نصيحة، خلينا نقول روشتة للناس بعيدا عن اهوائهم الشخصية وفكرة الريسك ان هو هياخد مخاطرة قد ايه، ندي نصيحة عامة للناس، ايه الأأمن؟ احط فلوسي فين؟ انا معايا 100 جنيه وهدير معاها 200 جنيه، نروح فين؟ بص، الذهب احنا اتكلمت عليه خلاص، العقارات في مناطق معينه وفي اماكن معينه جغرافيا فيها فرص كويسه جدا، فرص استثماريه كبيره جدا، بالذات المدن الجديده العاصمه والعالمين دي فيها فرص استثماريه كبيره جدا. لكن بشكل عام العقار هو ما فيش فقاعه، لا توجد فقاعه في السوق المصري، لكن مش كل المناطق هي تقدر انت تحقق منها مكاسب استثماريه زي بعضها. في مناطق ودي بتختلف برضه من منطقه لاخرى، وهنا برضه بنرجع لنفس السؤال، هو على حسب كل شخص وحالته هو معاه قد ايه؟ ان انت لو معاك 100,000 جنيه فانت مستحيل تستثمر في العقارات، لكن لو معاك 10 مليون جنيه فاحنا ممكن نتكلم في ان العقار اختيار بالنسبه اختيارات كبيره. فعلى حسب حاله كل واحد. الروشته بشكل عام بقى بغض النظر عن الحاله الشخصيه، احنا بنتكلم ان من افضل الاختيارات دلوقتي اللي انا شايفها من وجهه نظري، يعني هي ان انت تضع اموالك في صندوق استثماري، والصندوق الاستثماري ده يكون محفظته متنوعه، لا تعتمد فقط على حاجه وعلى عنصر معين، لا هو بيشتغل في عده عناصر، بيشتغل في اسهم في البورصه، والاسهم دي قصه كبيره وليها انواع كبيره، بعضها ما فيهوش اي مجازفه وبعضها في مجازفه، جزء اخر بيضعه في اسهم مثلا في الخزانه، جزء ثالث بيدخلوا هذا التنبيه بيدخلوا فيه استثمارات عقاريه، استثمارات صناعيه. جزء رابع بيدخلوا الصندوق دوت في الذهب وفي بعض الاصول الاخرى، بس الفكره في التنوع هنا، وانه الصندوق دوت المختصين فيه بيقعدوا مع كل شخص وعلى حسب حالته هو وعلى حسب اجابته على الاسئله دي بيتم تحديد الروشته الخاصه بيه هو. فبالتالي صعب جدا ان انا اقول حاجه تنفع لكل الناس، ولان دي عليها كمان دي مسؤوليه قانونيه. فلا، كل واحد ليه ظروفه، كل واحد ليه قدرته على المخاطره وقدرته على ان هو يتحمل الريسك، وكل واحد ليه كمان على حسب قدر المدخرات بتاعته وحجمها. يعني حضرتك مش شايف ان في ادخار معين او استثمار معين المواطن يشعر فيه بالامان؟ لانه اعتقد ان معظم الناس بيكون ده اتجاهها يعني. لو هو بيتكلم في كده فاحنا ما عندناش اختيار غير ان هو يحط الفلوس في البنوك. لو هو عايز صفر مخاطره، صفر مخاطره، يبقى البنوك مباشره. ومفيش اختيار تاني، في درجه من الامان زي ان انت تحط شهاده بنكيه، مفيش اي اختيار اخر بينافس البنوك. لكن لو انت بتتكلم انت عندك قدر معين من الناس تقدر تتحمل مخاطره معينه، لا، من اول 10% لحد 50%، فلا، الاختيارات دي تبقى اوسع زي ما انا كنت بشرح، انه صندوق الاستثمار بيقدر يطرح عليك افكار اكثر مخاطره وفي نفس الوقت اكثر ربحيه. صحيح. استاذ محمد نجم الباحث الاقتصادي، بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا يا فندم على وجودك معنا النهارده.